الحاجة اللي كان نفسي أعملها قوي قوي من ساعة ما بدأت القناة إن أنا أصور لكم البهارات أو الحاجات الأساسية الموجودة في البيت وهنستخدمها في إيه، سواء بهارات أو صوصات أو أي حاجة. مثلا لو أنت مش عارفة، مثلا أنت متجوزة جديد أو عروسة جديدة ومش عارفة تجيبي إيه في المطبخ بهارات أو كده عشان تستخدميه في الأكل، الفيديو ده هينفعك وهينفعنا كلنا. تعالوا معايا وأنا بعمل الشوبينج. البابريكا مهمة جدا في المطبخ. ليه بقى؟ بتدي لون وطعم حلو قوي ونكهة حلوة قوي للأكل، وبتحسك ان الأكل ده زي بتاع برة. برضو البصل والثوم البودر، بس أهم نقطة فيهم ان هم يكونوا ناعمين، مش تجيبوا الخشنة. والبصل والثوم البودر لازم يتحطوا في التلاجة عشان برة التلاجة هيكلكعوا منك، وبرضو هنستخدمهم في الأكلات اللي احنا عايزين قريبة قوي من طعم أكل برة. ودي بهارات برياني، دي انضف نوع اللي هو بتاع مهران، ده انضف نوع استخدمته، ينفع قصدي للرز البرياني او اي رز كبسة عموما. عندك برضو البهارات السبعة لازم تبقى موجودة عندك. البهارات السبعة دي ميكس ما بين بهارات كده تحفة، هتستخدمها في كل حاجة تقريبا، كل شوية تروح حاطة منها نص معلقة. توابل المشويات، عايزة تتبلي تتبيلة سريعة للحمة او الفراخ، بتحطي معلقة منها كبيرة بتبقى تحفة. الكركم بيدي لون حلو للأكل ونكهات، طبعا في أكلات تنفعش إلا بالكركم. وبهارات الإيطالية دي بقى العشق بتاعي، يعني أي حاجة فيها جبنة بحطها عليه، ممكن سندويتش أحطه عليه. بهارات الكيجن دي بتنفع منها في أطباق معينة للجمبري والفراخ بتتعمل بيها، ومؤخرا اكتشفت إن هي بديل للبهارات اللي بتحط على الفرايز اللي بتيجي من بره في المحلات دي، طعمه خطير. البهارات بتاعت مهران دي فظيعة، لسه مجرباها قريب بس تحفة. اي طبيخ او اي خضار بصلصة او كده حطي فيها بتبقى تحفة. الكزبرة المطحونة طبعا غنية عن التعريف، لازم تجيبيها عشان تستخدميها في الاسماك في اي تتبيلات معينة، والكمون برضو مهم. ماجي دي بقى العشق، يعني بجد البهارات المشكلة اللي فيها العشق. هي قريبة شوية من البهارات السبعة بس ليها نكهة افضل كمان بالنسبة لي. ده بشاميل بقى الكسلانين، حبيت اصوره لكم لانه بجد بديل سريع جدا البشاميل وطعمه حلو قوي بالذات اللي بالجبنه. في بهارات بقى حابه هنشتريها للشوربه زي الحبهان، كزبره حب كده، قرنفل، ورق لورا، قرفه خشب. لما تحطي في الشوربه فلفل اسود حب مش هيغمق معاكي الشوربه زي ما بتحطي فلفل اسود مطحون وبيطلع لونها حلو قوي. فدي بهارات مهمه ان احنا نجيبها صحيحه عشان خاطر نستخدمها في الشوربه. وفي الكبسه برده او الرز اللي بالمكسرات برضو. بس دي بالنسبة لي أهم البهارات. تعالوا بقى للصوصات اللي تبقى موجودة عندكم في التلاجة. أول حاجة للساندويتشات والأكل وكل حاجة ساوزند آيلاند، ده تحفة قوي. وبرضو صلصة الرانش، صوص الرانش ده بيبقى حلو جدا برضو في البيتزات، في أي معجنات، في مكرونات. أنا نزلت قبل كده مكرونة نجريسكو استخدمته فيها. المايونيز أنا بعشق النوع ده بجد، بحب أختار المايونيز يبقى درجته غامقة شوية، كل ما المايونيز بيبقى درجته أغمق بيبقى طعمه أحلى من المايونيز الفاتح. الماركة دي برضو حلوة قوي، اختياري التاني يعني اللي بلاقي عليه عرض بجيبه. والكاتشب أكتر نوع بحبه هو الماركة دي، طعمها حلو فعلا قوي فيه. وبرضو الماركة دي برضو بحب قوي فيها الباربيكيو صوص، دايما بجيب الأوريجينال. استخدمت قبل كده بالعسل شوية، محبتوش قوي. ده بقى بتستخدميه بقى، بص يعني مش عارفه اقول في ايه ولا ايه، بجد بستخدمه في كل حاجه تقريبا. بستخدمه في سندوتشات، بستخدمه في ان انا مثلا بعد ما سلقت بطه او فرخه او حمام او اي حاجه بدهنه بالصوص ده مع الكاتشب مع زيت مع كده، واحطه في الفرن ياخد لون بيبقى تحفه. ايه تاني هو حلو يعني، باربيكي صوص ده لازم يبقى عندنا في التلاجة تحفه. برضو الصويا صوص برضو من الحاجات المهمة. لو انت مثلا بتحبي الاندومي او الاطباق الصينية او الاندونيسية، في نوعين من الصويا صوص، في صويا صوص حلوة، في صويا صوص اللي هي معتدلة، وفي اللي هي العادية اللي هي السايلة دي. انا دايما بجيب الحلوة والسايلة، بحسهم بيعادلوا بعض كده، ما بحطهم في اي طبق. الصوص ده العشق بتاعي، بص بعشقه يعني، بكون منه صوصات كده. هو حرق شوية عامل زي الشطة بس تقيل، مش زي الشطة السايلة. بجد لما بعمله مثلا صوص للبرجر الناس كلها بتسألني انتي الصوص ده عاملاه ازاي، بكون عاملاه من الصوص ده السوماترا والمايونيز والكاتشب بس، وبحطهم على بعض وبقلبهم وبدهن بيهم السندوتشات، بيبقى طعمهم تحفة. اللي بقى حباه اول فترة دي في السلطة هو خل البلسمك او خل العنب، ده بيبقى طعمه حلو قوي في السلطة، ودي احسن ماركة تقريبا. وخل التفاح بالنسبة لي ما بعملش بأي حاجة ان انا بنقع بيه الطيور،
اللي هي الدجاج والحمام والبط والحاجات دي. دبس الرمان ده برضو مهم جدا، بتستخدميه في ورق العنب بيبقى تحفة، في السلطات برضو تحفة، في كل حاجة تحفة يعني. أنا بحب دبس الرمان قوي. وزيت الزيتون بقى ده دلوقتي يعني نادك بيقولوا ان هو احسن حاجة، بس انا صراحة بحب رحمة ده بعشقه، انه ملوش طعم زيت الزيتون القوي ده، عارفة لو انت ممكن تحطيه في الساندويتش كده تغمسي بيه بالعيش وتحبيه قوي. وملوش برضو ريحة قوي في الطبخ يعني، بطبخه على طول بزيت الزيتون. وبقى حبيت برضو اوريكم المكرونات، اي مكرونة مخططة عموما بتلاقيها بتشيل الصوص معاكي وبيبقى نكهتها وطعمها اقوى. كفاية بقى كده النهاردة، زهقتكم وطولت عليكم وانا مش عايزة اطول عليكم قوي كده. لو عجبكم الفيديو قولولي وانا اصور لكم حاجات اكتر، وانا اوريدي مصورة شوية حاجات برضو هنزلها، بس كومنتاتكم بتفرق معايا قوي وبتشجعني اكتر. وقولولي الطريقة دي عجبتكم ولا عايزين طريقة تانية حاجة كده، قولولي اي حاجة في الكومنتات وانا هرد عليكم.